الفلوس عمرها ما بتساوي بني ادم. يعني الفلوس استاذ كمال الشناوي والله العظيم عايز كلام بجد ولا عايزنا نقعد نقول افيهات؟ لا انا عايز اقول لك كلام بجد. الفلوس ما بتساويش بني ادم. انت ممكن دلوقتي يبقى معاك مليون جنيه قصاد ان انت ما تشوفش اخوك تاني، هتختار ايه؟ هتختار اخويا اللي لسه مبوظ التصوير؟ اه. لا اشوفه. لا.